تشرف المجلس الاقتصادي العراقي بإقامة هذا الحفل التأبيني للذكرى الثامنة لفاجعة الكرادة الأليمة، لاستذكار هذا الفعل الإجرامي الشنيع لعصابات داعش بحق المواطنين الآمنين العزل في الكرادة. كل معاني الفخر والاعتزاز وبأصدق مشاعر الحزن والمواساة نجتمع اليوم استذكاراً للفاجعة الإنسانية الأليمة، ذكرى الدماء الطاهرة الزكية التي سالت على أرض الكرادة العزيزة في ليلة 28 من شهر رمضان المبارك والموافق 3 من تموز عام 2016. في الذكرى الثامنة لهذه الفاجعة الأليمة نقف اليوم إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء الأبرار والتي ارتقت إلى بارئها في جنات النعيم، ونواسي بكل معاني الحزن والتعاطف عوائل الشهداء وذوي الضحايا، مستذكرين آلامهم وتضحياتهم التي أضحت امتداداً لتضحيات قوافل شهداء الطف في كربلاء المقدسة، لتصبح نبراساً أشرقت به دروب العطاء، ولتصبح تلك الدماء الزكية الطاهرة الممتزجة مع دماء أبطالنا الشهداء في جبهات القتال قرباناً لتحقيق الانتصار وتحرير الوطن من الإرهاب الداعشي التكفيري. أيها الأخوة والأخوات، إننا إذ نستذكر معاني البطولة والفداء والتضحية والشهادة فلا يفوتنا ونحن في خضم أجواء عيد الغدير الأغر أن نستلهم كل تلك المعاني والرموز من سيرة أعظم شخصية في التاريخ بعد رسولنا الكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شخصية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ جسدت حياته تلك المعاني الإنسانية السامية التي تعلمت منها الأجيال الكثير، إذ كانت وما زالت أقواله وأفعاله وخطبه مشعلاً أضاء لكل الأمم والشعوب طريق الحق والحرية والعدالة والإنسانية. أيها الحضور الكريم، إن إطلاق مبادرة الوفاء للعراق كانت واجباً حتمياً وفعلاً وطنياً وإنسانياً لكل مواطن غيور على أهله ووطنه ومقدساته، فقد تناخى بعد حادثة التفجير إخوانكم في المجلس الاقتصادي العراقي للتحضير لمبادرة عاجلة لتقديم ما يمكن من الدعم والإسناد المطلوب على المستويين المادي والمعنوي. وبالفعل فقد صدر بيان المجلس يوم 6/7/2016، أي بعد 3 أيام من الحادث، لإدافة هذا الحادث الإجرامي وإطلاق مبادرة العراق والتضامن مع أهالي الشهداء، وكانت رداً حاسماً عبر عن رغبة العراقيين في التصدي لكل محاولات القتل والتدمير انطلاقاً من خلفيتهم الحضارية المحبة للسلام والوئام والأعمار. وفي ذات الوقت كانت صفحة في وجه الإرهاب الداعشي الجبان الذي أراد الثأر والانتقام للهزائم المذلة والانكسار الذي ذاقوه على يد أبطال قواتنا الأمنية المسلحة والحشد الشعبي الشجاع وكل من ساهم في القتال من الذين دافعوا وذادوا عن حياض الوطن وحققوا النصر المبين على فلول داعش الإرهابية. شرفني أن أنيب دولة رئيس الوزراء برعاية حفلكم المبارك الذي أطر بدماء زاكيات يصعب أن تغادر الذاكرة. حقيقة يصعب علي كثيرا أن أرثي هذه الدماء كوني ابن هذه المدينة المباركة المدينة المقدسة التي حقيقة تتميز بميزات كثيرة. رب سائل يسأل لماذا الكرادة؟ الكل يعرف الكرادة محاطة بنهر دجلة، هذا النهر
المبارك من ثلاث جهات، وبهذا طابت أرضها تربة صالحة للزراعة، طالما أثمرت ثمارا يانعة كانت سببا بتربية أبنائها، هذه التربية الملتزمة التربية المتدينة. عاش بين ظهرانينا الشهيد البصري وغذى أبنائها بهذا الفكر المبارك، الفكر النير الذي زاد أهلها التصاقا بالمرجعية وخطها، وبالتالي أثمر ثمارا مباركة ساهمت بكل الميادين، تارة مقاتلين أشداء استجابة للفتوى المقدسة، وتارة أخرى علماء يبنون البلد، وتارة أخرى إداريين ينهضون بالمسؤولية الإدارية لبناء دولة كريمة تنهض بمسؤولياتها بحكم كونها دولة موعودة أن تقود البشرية. أستذكر اليوم الذكرى الثامنة لشهداء فاجعة الكرادة الأليمة، هذه الفاجعة التي هزت مشاعر العراقيين جميعاً. نحن في مؤسسة الشهداء واجبنا وهدفنا هو رعاية ومتابعة حقوق عوائل الشهداء، ومؤسسة الشهداء هي البيت الثاني لعوائل الشهداء، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا ويسددنا لأن نوفي لعوائل الشهداء ويستلمون حقوقهم بأسرع وقت ممكن. تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بصرف الدفعة الأولى للبدل النقدي، تم صرف هذه الدفعة الأولى من البدل النقدي 10 ملايين دينار لجميع عوائل شهداء الكرادة، وأيضاً تم تخصيص مقاعد للحج لهذه العوائل الكريمة في السنوات الماضية وهذه السنة، وإن شاء الله إذا بقيت عوائل ترغب بالحج إن شاء الله ممثلي عوائل شهداء الكرادة الإخوان متابعين مع مؤسسة الشهداء بشكل مستمر، الأخ أبو عمار حجي حازم والأخوة الآخرين جزاهم الله خير الجزاء، متطوعين لخدمة عوائل شهداء الكرادة الله يبارك فيهم إن شاء الله. فأي واحد من عوائل شهداء الكرادة يرغب بالحج إن شاء الله السنة القادمة يعني يجيب لنا اسمه إن شاء الله ما نقصر. تحدث الأخ ممثل دولة رئيس الوزراء الدكتور عرزوقي جزاه الله خير، وهو من الأخوة الذين يملكون الهمة العالية في متابعة حقوق الناس جميعاً وحقوق عوائل الشهداء، وحقيقة وجدنا منه التعاون الكبير في متابعة قضايا الشهداء بشكل عام، والتواصل المستمر مع المؤسسة من أجل رعاية وإعطاء حقوق الشهداء بشكل سريع. موضوع الأراضي هو الموضوع الشائك والموضوع العائق الكبير لعوائل الشهداء بصراحة، ولأنه ليس مؤسسة الشهداء هي المسؤولة عن توزيع الأراضي، وإنما هذا الموضوع يتعلق ببلديات المحافظات والمحافظين وأمانة بغداد وما إلى ذلك من أمور، ولذلك هذا الموضوع بصراحة فيه قصور وتقصير كبير من جميع الجهات بلا استثناء. دولة رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع، ووفق القانون عوائل الشهداء غير محصورين بمحافظة معينة، وإنما يحق لهم استلام قطعة الأرض في أي محافظة من محافظات العراق. فالآن عائلة الشهداء، عائلة الشهيد في بغداد من حقها أن تستلم قطعة أرض في أي محافظة، في البصرة أو في كربلاء أو في أي محافظة من محافظات العراق. فحقيقة بغداد مقتنعين تماماً أنه لا يوجد فيها أراضي بالوقت الحاضر، يعني ضمن دوائر البلديات وأمانة بغداد نعرف بأنه لا يوجد أراضي، ولكن من الممكن تخصيص أراضي خارج حدود أمانة بغداد، هذا من الممكن. وحقيقة دائرة عقارات الدولة تملك مساحات كبيرة من الأراضي، ولكنها أقول وبصراحة بأنها غير متعاونة معنا في هذا الموضوع، ولكن من الممكن نقل تخصيص واستفادة عوائل الشهداء إلى محافظات أخرى، وأنا أتصور بأنه كثير من العوائل يرغبون بنقل استفادتهم إلى محافظات أخرى
مثل محافظة كربلاء ومحافظات أخرى، يعني قيمة الأرض فيها أولاً عالية، وقد يرغب عوائل الشهداء في بغداد السكن في بعض المحافظات وخصوصاً المحافظات المقدسة. اليوم نحن في مؤسسة الشهداء نشارك عوائل الشهداء من ضحايا تفجير الكرادة، الذكرى الثامنة لهذا التفجير الإرهابي، وبصراحة هي فاجعة كبيرة ألمت بالشعب العراقي في هذا التفجير. نحن في مؤسسة الشهداء واجبنا هو رعاية عوائل الشهداء ومتابعة حقوقهم وامتيازاتهم القانونية. عوائل الشهداء الكرادة يعني تم رعايتهم برعاية يعني خاصة من قبل دولة رئيس وزراء، تم استقبالهم أكثر من مرة من قبل دولة رئيس وزراء، وبالتالي وجه بمتابعة حقوقهم القانونية. تم صرف البدل النقدي الدفعة الأولى لهذه العوائل بالكامل، وأيضا تم شمولهم بمقاعد الحج، وإن شاء الله نسعى جاهدين إلى استحصال بقية الحقوق مثل قطع الأراضي وهذا الحق القانوني المهم الذي يتعلق بالمحافظين. ولكن نحن في مؤسسة الشهداء وبإسناد من مكتب دولة رئيس وزراء متابعين لهذا الحق من أجل صرف قطع الأراضي لعوائل الشهداء وبالتالي تأمين حق السكن لهذه العوائل الكريمة. اليوم هي الاحتفالية خاصة بذكرى فاجعة الكرادة اللي تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب العراقي باعتبار هذه المنطقة منكوبة، وكان هذا الحدث بعيد عن كل حقوق الإنسان، على عن كل الإنسانية. كانت رسالة واضحة أنه الإرهاب يستهدف جميع المواطنين العراقيين بعيد عن مكوناتهم، استهدف الكرادة لوجود الحكومات يعني في داخل هذه المنطقة، أيضا باعتبار أنه الكرادة هي سنتر العاصمة بغداد، كانت هي تجاريا واجتماعيا رمز من رموز العاصمة بغداد. لكن هذا الحدث يمكن أثبت للعراقيين رسالة أخرى، هو تكاتف يعني أبناء الشعب العراقي في هذه الحادثة، ومن ضمنها مجموعة من رجال الاقتصاد العراقيين وعلى رأسهم الأخ إبراهيم البغدادي، سواء كانوا هذه الرجال داخل العراق أو خارج العراق، كان لهم موقف مشرف، وتم استرجاع ثقة المواطن بالحكومة العراقية، وتم تقديم مبالغ لعوائل الشهداء، لأن الحكومة تعرف الروتين ودوائر الدولة، فكان خلال أقل من 40 يوم، يعني خلال الأربعينية تم تقديم هذه الأموال، لأن باعتبار أنه هذه الفاجعة كانت هي صحيح ما تعوض قطرة دماء من دماء الشهداء، ولكن كانت الخطوة لعوائل الشهداء. أغلبية اللي استشهدوا كانوا من الشباب، لديهم عوائل، لديهم إيجار، فهذا المبلغ ساعدهم بالخطوة الأولى، وكان الفضل يعود إلى رجال المجلس الاقتصاد العراقي، وكانت هذه بصمة يعتذى بها، وكانت مثل على لحمة الشعب العراقي. وأعتقد أن الإرهاب لا يستطيع أنه السيطرة على أي منطقة من مناطق العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا يفعل المجلس الاقتصادي العراقي ويحيي هذه الفاجعة التي هي تأتي ضمن سلسلة فواجع مرت على الشعب العراقي، وجرائم كبيرة جدا فيها كسرت قلوب، وآلاف الأطفال الأبرياء، بل عشرات الآلاف، آلاف الأرامل، آلاف القتلى، بل عشرات الآلاف، وصلت إلى أكثر من مئات الآلاف في العراق هذه الجرائم. فهذه سلسلة من تلك الجرائم. حسنا يفعل المجلس العراقي ويحيي مثل هذه الذكرى. نحن بحاجة فعلا إلى أن يحيى ذكر كل فاجعة في هذا البلد، أولا تخليدها والاستفادة من رمزيتها والرجوع لأسبابها ومسبباتها، لكي الأمة لا تنسى ولا تهمل تلك الأسباب والدواعي اللي دعت إلى وصول الأمة إلى هذا المستوى من الذوق الإرهابي المتدني المتسافل الذي يدعم بأجندات خارجية. مكن أبناء البلد، يمكن أبناء البلد من قتل أبناء جلدتهم، أبناء بلدهم. فبالنتيجة تخليد هذه الذكرى مهم جدا. مشكور المجلس الاقتصادي يقوم بهذه المهمة، ونحن بحاجة إلى أخذ العبرة والاستفادة، وكلما مرت هذه الذكرى يجب أن نحييها لكي الشعب العراقي لا ينسى الأسباب والمسببات التي دعت إلى ذلك.